كنت سعيد اليوم بالمشاركة في المجلس الرمضاني من تنظيم نادي الشارقة للصحافة. حكينا بعدة مواضيع بتخص المحتوى المرئي، المحتوى الإبداعي، ومشاركة الثقافات المختلفة والسفر بالمحتوى على السوشيال ميديا. كانت جلسة جميلة جدا، طلعنا فيها بكثير مخرجات بتفيد المحتوى العربي تحديدا، كيف ممكن نخلق محتوى فعلا يكون له أثر مهم عند المشاهد وبنفس الوقت جميل مرئيا وإبداعي وممتع للمشاهد. فإذا عندكم الفرصة ضروري تحضروا الجلسة.